إن شاء اتكلم الله اكيد. بإذن الله. واحنا بنتكلم عن البدايات وحضرتك كلمتنا عن بدايه دخولك النادي الاهلي والاختبارات، كابتن مصطفى حسين اول واحد استقبلك، طبعا برضو اول طلوع ليك للفريق الاول او اول تصعيد للفريق الاول، اول تمرينه في مختار التتش طبعا عمرها ما تتنسى. طبعا عمري ما هنسى الموقف دوت. يمكن كان احنا كنا فريق تحت 18 سنه وكان النادي الاهلي طبعا يعني كالعاده يعني متصدر الدوري، وكان فيه عمالقه طبعا كلهم يعني. جيلك كان مين يا كابتن هاني؟ كان جيلي يعني عمرو انور، عادل عبد الرحمن، محمد عبد الجليل، ايمن بسيوني، ابراهيم حسين، ياسر محمدين، عاطف عبد الهادي، كلهم احمد رزق، احمد حموده، اشرف فهمي كان بيلعب باك شمال، يعني مجموعه ياسر ابراهيم، يعني مجموعه كانت يعني المجموعه دي كانت مميزه. وكان معروف فرقه 18 سنه النادي الاهلي، وكسبنا الزمالك 5-1 في كانت بطوله الجمهوريه، وكان من اعتقد كان جيل مميز. وبالتالي كان مسمع حتى في الفريق الاول، فاختاروا بعض اللعيبه مننا انها تطلع تتمرن مع الفريق الاول، نطلع نتمرن ونبدا نشارك في المباريات مع فرقنا يعني. فاول طبعا الخبر كان بالنسبه لي يعني يوم عيد يعني. مين اللي بلغك بقى بالخبر؟ الكابتن انور سلام. كابتن انور سلام كان هو قال لي هتطلع تتمرن مع الفريق، وكان كان يوم بالنسبه لي يعني طبعا خفت جدا الان طبعا، ما نمتش كويس، ورحت بدل ما اروح النادي قبلها بساعتين رحت قبلها ب5 ساعات مستني طبعا دخول التدريب. فكان الحمد لله كمان طلعت في التدريبات ديت، والحمد لله كان ليا شكل كويس يعني بمساعده النجوم اللي كانوا موجوده، جزء الرهبه اتشال بشكل سريع. تفتكر مين كان مدرب الفريق الاول وقتها؟ كان 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 سنه 87 87 87 اول تصعيد ليك الفريق الاول. اعتقد كان، لا مش فاكر بالظبط يا اسامه، انت ممكن تجيبه من الارشيف. هتقول ممكن لنا بقى يعني احنا كنا شوف لنا 87 مين كان مدير فني عشان نفكر عشان الكابتن. بالظبط. قعدت طبعا اطلع واتمرن وانزل العب مع فرقتي لغايه ما في فتره معينه كان النادي الاهلي عنده معسكر في، كنا معسكرين في رومانيا اعتقد، وده الفريق الاول، واحنا فريق الشباب كان كنا بنروح معسكر في حته الداخليه بقى اسماعيليه اسكندريه، فبرضو كان مفاجاه بالنسبه لي انها اختاروني اروح مع معسكر الفريق الاول، ودي كانت البدايه بصراحه يعني. دخلت ورحت معسكر مع الفريق الاول فتره اعداد كامله 2 اسبوع، ورجعت بعديها انضميت ما بقتش انزل العب مع الناشئين. فاستمريت من الجزئيه دي بالظبط في اواخر يعني اواخر 87 اوائل 88 بدات اتمرن مع الفريق الاول، وشاركت مع الفريق الاول في اول مباراه اعتقد كان مباراه الاتحاد السكندري في استاد القاهره، وكسبنا 3-0. وفي مباراه كان ما كانتش مذاعه، مباراه الاولمبي، وكان اول هدف احرزه مع النادي الاهلي، مباراه خلصت 1-0. فيعني الحمد لله كمان الواحد كان محظوظ، بداياته كانت موفقه يعني. البدايات برضو كان مدافع ولا مدافع؟ مدافع ليبرو، كنت بلعب ليبرو. قعدت فترات طويله العب ليبرو يعني، جزء الليبرو دوت حتى في كاس العالم لغايه ما رحت حتى سويسرا، قعدت اول سنتين ليبرو، بعدين ما بين اختفى شويه الليبرو، بنلعب بطريقه 4-4-2 او 4-2-3-1، فبقيت العب مساك لغايه 98. وكابتن جوهري كابتن جوهري بالظبط كان هادي خشبه كان بيلعب في الوقت دوت في مركز مركز وسط الملعب، وكان عنده اصابه، واحنا كنا عندنا بطوله في هونج كونج، دي بطوله استعدادا لكاس امم 98. فالكابتن جوهري يعني كان عنده رؤيه ان انا ممكن ادي في المكان دوت، ولعبت البطوله دي، كان بطوله وديه، وعملت مباراه يعني مباراه كبيره جدا، ويمكن كنت مرشح ان اخد احسن لاعب في البطوله. وبدات خلاص كابتن جوهري قال لي خلاص انت ثبت في المركز ده، وكان عندنا سرد باكين كويسين مدحت عبد الهادي وسمير كمونه، فقال لي هزقك شويه في حته ديفندر وسط الملعب، واشتغلت بطوله افريقيا 98 في هذا المركز. هنروح لها وهنتكلم عن